تفاصيل أكثر مع ضيفنا الدكتور أحمد خليل، باحث في التاريخ والحضارة، هو معنا من تركيا. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك دكتور. يسعد صباحكم جميعا، أهلا وسهلا فيكم، وطبعا مبارك لكم الانطلاق الجديد في سجن سوريا. شكرا كثير لك دكتور، منورنا طبعا بصباح سوريا. دكتور، يمكن التقرير حكى مبسطا عن الرواية التاريخية لهذا الجامع، ولكن بدنا نعرف منك تفاصيل أكثر. نعم، حقيقة جامع المغربي، وكما ذكر تقريركم ولم أستطع أن أستمعه بشكل جيد، ولكن هذا المسجد أو هذا الجامع له أهمية تاريخية مختلفة عن معظم المساجد في اللاذقية. طبعا تعلمون أنتم المسجد يعتبر هو المسجد الثاني في اللاذقية بعد المسجد الكبير الأيوبي. هذا المسجد أو هذا الجامع بني بعد وفاة الذي سمي باسمه، يعني طبعا اللقب المغربي أو المغربي أو المغاربي هو مرتبط بالشيخ الذي بني بعد وفاته. هذا الشيخ هو الشيخ محمد بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله محمد ناصر الدين المغربي، وهو الذي ولد في وادي ذراعة في المغرب تقريبا في عام 1178 هجرية، 1764 ميلادية. ثم انتقل بعد ذلك برحلة إلى الحج، وصل إلى الحج تقريبا في عام 1217 1800 ميلادية. وهناك بعد أن قضى تقريبا فترة الحج قصد القدس، ثم بعد ذلك دكتور تفضل دمشق. للأسف في تقطع بالصوت، يمكن الجملة الأخيرة كانت غير واضحة، ما بعرف إذا في الشباب الكنترول بس يعيدوا الاتصال. يعني مثل ما ذكر ضيفنا الدكتور انه في جامعين كثير مشهورات باللاذقية، هو الجامع الكبير الموجود بالصليبة، والجامع اللي عم نحكي عنه حاليا اللي بتمتع عن جد بزخرفة كثير كبيرة، حتى الناس بيقولوا المغربي والناس بيقولوا المغربي، فكلاهما يصح حتى باللغة العربية. صحيح. فكثير حابين نعرف عن الطراز اللي انبنى فيه هذا الجامع، اكيد الزملاء عم يتصلوا بضيفنا حتى نحكي عن مكانة ايضا الجامع لدى أهل اللاذقية. بالنسبة لأهالي اللاذقية أكيد له تاريخ وله مكانة نور، طبعا مثل ما ذكر الأهمية يمكن صاحب صحيح الاسم الشخص اللي يمكن بني الجامع على اسمه، ما بعرف ضيفنا يمكن صار جاهز للمعلومات عنده أكثر. دكتور صباح الخير عن جديد. يبدو ضيفنا مو جاهز، بس حسب ما شفت وقريت شوي عن الجامع المغربي انه يعني له مدخلين رئيسيين وايضا فيه شرفه خشبيه والزخارف فيه كثير هيك جميله وبتحسيها موجوده فقط بهذا الجامع، اما الجامع الكبير حسب ما قريت ايضا عنه لانه كثير اهالي الذي بيحبوه الموجود بالصليبه يقال انه هو مصنوع من الحجر ومن الطين. فيعني انا كثير بحب الشغلات القديمه، بتكون يعني مثل ما بنعرف كل البيوت القديمه كانت تصنع من اللبة اللي هي الطين والحجر، فاتوقع اكيد هذا الشيء بيعطي بروده أكيد. بفصل الصيف، واكيد بيعطي قيمه مثل ما قلنا معماريه واكيد تماما. تاريخيه بتدل يمكن على قدمه وعلى مكانته قبل. دكتور عم تسمعنا مره اخرى؟ اخذنا دورك شوي، كنا عم نحكي شويه معلومات عن الجامع، تفضل. يبدو ايضا فقدنا الاتصال مع دكتور، بتمنى من الزملاء ايضا يعودوا الاتصال بدكتور حتى نعرف. دكتور معنا. نعم طبعا اعتذر على هذه ولا يهمك بسيطه الانترنت. طبعا نعود الى الجامع المغربي، كما ذكرتم الاهميه كبيره حقيقه لاهالي مدينه اللاذقيه، والسبب انه يعتبر بني في اولا خارج نطاق القلعه، وهو طبعا الان يقع الى جانب باب القلعه وهو الباب الاخير المتبقي. ايضا الاهميه انه لربما من هذه المعلومات التي لم تذكر كثيرا انها ان الارض التي بني عليها المسجد او هذا الجامع هي من امراه تمرعت بها، امراه لاذقانيه طبعا تبرعت بها، هي من آل قفاز او هكذا مريم، او نعم تبرعت بها وبني
من قبل طالبه الذي يدعى أحمد الحلبي، بني في هذه المنطقة التي الآن هي تلة مرتفعة تشرف على مدينة اللاذقية. شنو المناطق اللي تشرف اللي يشرف عليها الجامع، يعني المناطق اللي تحيط بهي التلة، ويقدر واحد اللي يكون بالجامع من خلال الشرفة الموجودة به يشوف مناطق اللاذقية، وأيضا نحكي عن الطراز المعماري اللي يتمتع به هذا الجامع أيضا. نعم، طبعا الطراز المعماري لهذا المسجد هو طراز عثماني تقريبا، ولكن الذي لفت نظري حقيقة من خلال دراستي لهذا المسجد أنه أيضا معماري عثماني، ولكن له أهمية محلية، يعني قريب من الطراز، إن استطعنا أن نقول الطراز السوري في ذلك الوقت. مثلا هو عبارة عن له مدخلين شرقي وغربي، يرتفع على بسبب الارتفاع بشكل يصعد إليه طبعا بدرجة تقريبا وصل إلى 80 درجة من الجهة الغربية و 70 درجة تقريبا من الجهة الشرقية يصعد إليه، ثم يدخل إلى فسحة المسجد، والمسجد هو قسمين، قسم المصلى والضريح وقسم فسحة المسجد. هذا المسجد طبعا عبارة عن فسحة في وسطها بركة ماء، وهذه البركة طبعا بركة الماء والفسحة يحيط بها أروقة، وهذا الرواق حقيقة له طراز معماري فريد عبارة عن أقواس كبيرة ضخمة تلتقي بشكل نجمي طبعا، ويوجد في وسط هذا الرواق أيضا بركة صغيرة مثل نافورة ماء، أيضا هذا كان يوضع يقال فيها الشراب لأيام الاحتفالات والموالد. بالنسبة لأيضا يوجد مئذنة عثمانية، ولكن ليست العثمانية المتطورة، عثمانية بسيطة. الحجارة البيضاء التي تبني البنية بها المسجد، أيضا لا ننسى النوافذ أو ما يسمى بالشبابيك ذات الأرضية الرخامية ومميزة حقيقة في المسجد. القبة التي تعلو الضريح وتعلو أيضا المصلى، والمحراب المنقوش بالمقرنصات ومنقوش بالحجر الابيض، وحقيقه هذا من يعني التراث المعماري الفريد الذي ربما لم يتاثر ولم يتغير منذ بنائه، يعني وهذا الذي الى اليوم يعني يجذب اليه السياح وايضا الزيارات. جميل. طب دكتور احمد، ابدا لم يطرا اي تغيرات على هذا الجامع او ترميمات معينه؟ يعني صار تغييرات بسيطة جدا، ولكن يعني أنا أقصد في الأساس لم يطرأ، يعني مثلا لم يغير مثلا بأنواع الحجارة، لم يغير مثلا بمثلا شكل المئذنة بالقباب، لم يغير شيء أبدا، لكن هناك بعض المناطق التي تهدمت إما بسبب مثلا تعرفون أنتم أشياء طبيعية مثل أمطار غزيرة، مثل أكيد. بعض الزلازل، هذا أعيد الترميم بشكل بسيط، لكن حالة المسجد الآن يعني هي حالة تحتاج حقيقة إلى ترميم. يعني ذكرنا من شوي وكنا عم نعلق أنا وروان عن الجامع الكبير اللي أنت ذكرته بداية حديثك، اللي هو أيضا له مكانة يعني جدا عميق عند أهالي اللاذقية، ويعني لفتني بأنه مصنوع من الحجر ومن الطين، يعني جدا جميل، يمكن أنه نحافظ فعلا على نفس الهوية اللي بنى فيها الجامع. نعم. وتفاصيل أخرى تفضل. حتى بيئة اللاذقية، نعم صحيح، بيئة اللاذقية حقيقة هذا يعني هذه الحجارة وكأنها يعني وجدت من هذه المنطقة تماما. أيضا يعني هناك فقط بعض ربما نشاهد حتى ما يسمى التواكب الحضاري أو الإرث الحضاري، نوجد بعض مثلا الأعمدة بذات النموذج البيزنطي القديم، يعني حتى موجودة رؤوس الأعمدة أو حتى عمود مفرغ من أجل البركة التي أسفل المسجد، وهذا حقيقة حفاظ على التراث الموجود في المنطقة. بدنا نشكرك على كل المعلومات اللي قدمتها، وشكرا لوجودك معنا بصباح سوريا دكتور أحمد خليل، باحث التاريخ والحضارة، كنت معنا من تركيا. حركة سعيدة.